رغم كثرة الراعين والمنظمين لها، بدت فعالية اليوم العالمي للمسنين معبرة عن حال هذه الشريحة المنسية في المجتمع. نحاول نعمل نقوم نعمل في الدار الأشياء اللي هي تحتاجها النزلة هذا، ونشكر الأخوة بإقامة هذا الحفل ولفتة نظر بما قاموه. الفعالية التي غاب عنه الحضور وأبسط مقومات بهجة يحتاجها المسنون يعتبرها منظمو الفعالية سابقة، إذ تعد الأولى في عدن، وكانت المجزرة المروعة التي حدثت بدار المسنين في مارس الماضي دافعا لإقامتها. سنوات عديدة مرت وما حد عمل لهم يوم، وكانت الحادثة يعني نوع عملت لنا نوع من الصحوة. الأول مرة تقام في مدينة عدن، والاحتفال هو الهدف انه هي عادة الروح للمسنين، ان نشعرهم انهم بين اوساط المجتمع. لم يتحسن كثيرا حال الدار، ولا يبدو ان الجريمة التي حدثت ولا مناسبة اليوم العالمي قد استنفرت جميع القوى الاجتماعية والسلطات لعمل نقلة في التعامل مع هذه الفئة المغلوبة على امرها. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.